مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. أكيد طبعا كلنا مستنيين الماتش اللي جاي بفارغ الصبر، مستنيين أكيد الماتش اللي جاي لأسباب كتير جدا، منها أن كل الأهلوية عايزين المباراة اللي جاية دي تكون نقطة التحول الكبير في مشوار النادي الأهلي عشان يحافظ على لقب الدوري. كم مستنيين طبعا العودة للمستوى اللي احنا عارفينه، مستنيين النادي الأهلي اللي احنا عارفينه. طبعا النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، الفريق الكبير جدا، كبير النادي الاهلي، هو كبير مصر وافريقيا والعرب كمان. مستنيين طبعا رجوع قوي جدا باداء قوي وبنتيجه ايجابيه ترجع الفريق للمكان الطبيعي ليه. مستنيين طبعا نشوف ابطال فريق النادي الاهلي اللي كلنا بيهم وبنهتف لهم في كل مكان وبنسندهم في كل المواقف الصعبه. مستنيين لعيبه النادي الاهلي اللي بنقدرهم واللي طبعا بنقول لهم لو زعلنا منكم شويه ولو عاتبناكم في بعض الاحيان فده نابع من حبنا ليكم ومن غيرتنا على الفريق، وفي نفس الوقت ما نقدرش ابدا ننسى ولاءكم للنادي الاهلي وحبكم للنادي الاهلي. ما بننساش يوم ابدا ان كتير منكم كانوا ولسه طبعا جزء من تاريخ النادي الاهلي وشاركتوا في كتير جدا من انجازات النادي الاهلي. بنقول لكم كلنا ثقه فيكم، وفي الفتره اللي فاتت دي طبعا ممكن نعتبرها ان هي كانت كبوه عابره وهتعدي باذن الله. وزي ما قال كابتن محمود الخطيب ان هم افضل لعيبه في مصر، وان النادي والجماهير الكبيره عارفه ومتاكده ان هم قادرين ان هم يرجعوا مره تانية للمستوى الطبيعي وللمكان الطبيعي للنادي الاهلي. اكد لهم طبعا كابتن محمود الخطيب على مسانده المجلس ليهم في المرحله اللي جايه ان شاء الله وبكل قوه. احنا كمان بنضم صوتنا لصوت كبير المنظومه الاهلاويه كابتن محمود الخطيب، وبنقف بكل قوه مع فريقنا.